حلقة النهاردة لا سيسي ولا إخوان، حلقة النهاردة لا سياسة ولا بتنجان، يعني لا هنجيب سيرة اللي باع ولا اللي خان. حلقة النهاردة بتقتحم الزمان والمكان وبتنبش في أسرار عالم العفاريت والجان. فلو نايم شد اللحاف، لأن اللي ما شافش مش زي اللي شاف. وأخيرا فاللي بيخاف يطلع بره. أعذرناكم وأنذرناكم، وقبل ما نبتدي وإياكم نحب نفكر نفسنا وإياكم. اللي بيخاف يطلع بره. يلا بينا يلا بينا. انتشرت الفترة الأخيرة فيديوهات في الفضائيات يجيبوا شيخ يطلع عفريت من واحد أو واحدة على الهواء. لقوا المذيعين بقوا بيحضروا جن وأرواح شريرة وليلة كبيرة قوي. بخن 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 مخن 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 بروحي بطين بروحي بطيخ مهين 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 أقسمت عليك بقسم الأولين أقسمت عليك بقسم الأولين بحق عهد سليمان الحكيم بحق عهد سليمان الحكيم يا أقرب الجالسين يا أقرب الجالسين اهبطوا سالمين اهبطوا سالمين اقلعوا آمنين اقلعوا الواحة 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 العجل العجل شو شو الساعة الساعة بلوبيك بلوبيك. كمية المسخرة اللي في الفيديوهات دي مش عادية. لا واتطورنا كمان وبقى عندنا خدمة اخراج العفريت واير لسه عن طريق الموبايل. انت لسه هتجينا بشياطينك وتعفرت لنا الاستوديو وتوجع لنا دماغنا؟ من انت؟ ما كلكش انا يهودي. من انت؟ يهودي. ولو كنت الف يهودي ولو كنت مليون يهودي ولو كنت جميع الجن اليهودي في العالم تن 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 تقريبا الجن ده كده يبقى من اجداد الخليل كوميدي، يعني جن وعفاريت ودراما والدنيا مقلوبه وهو جاي يهزر. لا ده انت تستاهل بقى ان فضلت الشيخ طاير رقبة. اديله يا شيخ فوق الاهبطة. اي 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 انت طيرت رقبته يا شيخنا ولا بتديله حقنة؟ ما تخليك على مستوى الحدث يا جدع. مش عايز تموت ايش طماشي؟ يبقى تدخل في الاسلام. قول بقى ورا الشيخ اشهدو 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 اشهدو. معلش يا مولانا هو مش بيسخر من حضرتك، هو بيضحك عشان هو مش فاهم حضرتك عاوز ايه من اشهدو دي. بالراحة عليه كده وركز معاه واسمها اشهدو مش اشهدو. يلا توكل على الله. اشهدو اشهدو اشهدو. يا عمي يا عمي العفريت ده متعاطف معاك وعاوز يأسلم بس هو مش فاهمه. طب بص هي واضح ان هي متربسه معاك اشهدو، ففكك منه بقى وموته اقتله وخلينا نشوف غيره. ويا ريت العفريت يوطي التلفزيون شويه ويسمع من الموبايل عشان صدى الصوت. يلا يا مولانا جيب اجل اللي جابوه. هو هنا العفريت جرى وطلع لفوق السطوح بس برضو الشيخ مش هيسيبه وراه وراه لحد ما يقع. هيروح منه فين؟ وقع الحمد لله. مات. يلا في داهيه. ما كنت قلت اشهدو واشتريت عمرك؟ مبسوط دلوقتي؟ على قناه الحياه الحمراء بقى لازم نقدم لون مختلف. كل الناس بيطلعوا العفاريت عادي والعفاريت بتمشي كده من غير ما تدفع الثمن اللي هو يطلع كده خلاص يا جماعه انا طلعت السلام عليكم وعليكم السلام. فالقناه بما انها بقى مختلفه فلازم تقدم لنا شيء مختلف وتقدم العفريت. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. هو كده الشيطان حضر هيحرق هو بالشمع. هيحرق الشيطان بالشمع؟ هيحرق الشيطان بالشمع. هيحرقه بالشمع يا عم. انت بتعاقبه عشان هو لبس الراجل ولا عشان هو عمل بتبيع على نفسه؟ ما تعقله الكلام يا جدعان. لا سيبك انت بقى، الاخ ده راح استوديو وطلع عفريت وكان في جمهور في الاستوديو. يا دوب قرع الحاله من هنا فالشعاع بتاع الشيخ ساب الراجل اللي بيقرا عليه وخبط في واحد تاني من الجمهور. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش بس كده، ده الكاميرا مان كمان بتاع كاميرا 3 طلع ملبوس. الله اكبر حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. وكمان البت بتاعت الاعداد حسبنا الله حسبنا الرب من العباد. ومهندسة الصوت طلعت مخاوية حسبنا الرب من العباد حسبنا الرب من العباد. لا وناس تانيين في برنامج تاني في استوديو تاني بيصوروا جنبهم حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق. وبعدها المخرج كمان اغمن عليه وطلعوه حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرب
من المرزوق. وفي الاخر بقت هرجله والجمهور كله طلع ملبوس وعليه عفريت. حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الرازق من المرزوق. شوف انا شاكك ان الناس دي كلها سليمه والشيخ هو اللي ملبوس، فيا دوب قرأ راح مطلع عفريته انطلقت على الناس دي كلها. يا الله الله يرحمهم بقى. عموما احنا بنحاول ننوع برضو في الحلقه عشان ما تزهقوش، وزي ما اخذنا الاكشن فناخد الرومانتك ولا ايه؟ اقرا عليك شويه لو سمحت. عبد الباسط عبد الصمد. لا اسمع شوف الصوت. عبد الباسط عبد الصمد حنين. صوت حنين. حنين. ايه العفريت اللي كله مشاعر جياشه ده؟ ده انا حبيتك يا جدع. انت بتلبس ناس عندهم لحيه؟ طب فكر، ولو حبيت تلبسني انا موجود ومقاسي لارج على فكره. ده مش بعيد لو الشيخ احتاج جلستين كمان معاه وتاخر عليه ساعه ولا اتنين العفريت يخصمه ويقول له اصل الاهتمام ما بيطلبش. وزي برضو ما في دراويش مسلمين بيشتغلوا الناس، في كمان دراويش مسيحيين، بس انا ليا عندهم عتاب صغير. انصب يا عم زي اللي بينصبه عندنا عادي، بس ما تدخلش النصب في السياسه. حرش ثلاث مرات وانفخ ثلاث نفخات، كل روح مضاده تغادر الجسد ولا تعود. اخرس بتألم، بقولك بتألم طبعاً، بتألم. انت تركي طبعاً؟ عفريت تركي؟ انت واخد بالك؟ سيبونا في حالنا بقى يا اخي. بقى يا اخي انتوا ليه بتكرهوا مصر ومسلطين عفاريت الاخوان علينا يا اخي؟ بقى العفريت التركي هيسيب بنات اوروبا ويجي يلبس من التوحيد والنور عندنا؟ ثم انتوا ايه مشكلتكم مع العفاريت المصريه؟ هم اثروا في حاجه؟ احنا عفاريتنا حلوه برضو وليها في الحركات وبتعرف تقول. الخلاصه ما ترحموش حد استغلكم ونصب على عقولكم واشتغلكم. لو مش احنا اللي هننقض النصب ده ونتبرأ منه يبقى نسكت ونحط وشنا في الارض لما نتعاير بيه. ده كتب التفاسير التراثيه بتتهاجم والاحاديث الصحيحه بتتهاجم، واخيرا الهجوم على احكام المواريث اللي في القرآن. مش هيهاجموا الشعوذة دي ويحسبوها علينا وعلى عقيدتنا؟ واحد ملبوس ولا مريض نفسي ولا حالته حالة تجيبوا ليه على الهوا والتاجر بيه؟ عشان الناس تسأل عليك وتاخد تليفونك وتشتغل؟ بتستغلوا شغف الناس بالغيبيات وتبيعوا لهم فواصل إعلانية في الحلقات على حساب سمعة ديننا اللي مرمطوها؟ كله عيش بعيد عن المنطقة دي خالص، عشان هتلاقوا اللي يسيح لكم ويعرف الناس حقيقة كده. احنا خلصنا الجمعية الحمد لله، وخلصنا حزب النور، وخلصنا المشعوذين دول. اظن كده احنا لمينا الليلة صح؟ لا لسه فاضل الخوارج عبود. خوارج؟ احنا الخوارج يا عم، انت نسيت ولا ايه؟ لا يا عم احنا مش خوارج. ايه ده بجد؟ ايوه يا عم مش خوارج. طلب بسيطه، يلا نخرج. انت وراك حاجه؟ لا ما وريش حاجه. هوديك مصمط بيعمل كوارع بلدي تاكل صوابعك كره. ليمون اليوم بحاله سهرونا الليل بطول وقلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبوا له عسكري التبس كليته مسخرونا ومسخرونا عسكرينا مسكينوا له عسكرونا وعسكرونا. نيمون اليوم بحاله سهرونا الليل بطول وقلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبوا له عسكري التبس كليته مسخرونا ومسخرونا.